طبعا هذه الأرض هي المجاورة لمستشفى دلة النخيل، والأرض المملوكة لمستشفى دلة النخيل مجاور لها أيضا أرض مملوكة لمجموعة دلة البركة، وهي يعني شريك رئيسي في دلة الصحية. فتم الاتفاق معهم على دمج مجموعة الأراضي وإقامة مشروع تطوير يعني يخدم المستشفى في التوسعات والتي يحتاجها، وكذلك يخدم أغراض أخرى. ودخل معنا شركة تطوير، وهي شركة معروفة في جودة تطويرها العقاري. نحن نحتاج إلى توسعة في دلة النخيل، سنأخذ من ما نحتاجه والباقي سيكون هناك استعمالات أخرى. نعم، إذا نسبة مساهمة دلة العقارية ودلة الصحية بالصندوق أيضا مهندس طارق كم ستكون، وقد إيه حجم الأراضي التي ستنضم في البداية لهذا الصندوق؟ مجموع مساحة الأراضي 27 ألف متر وزيادة، وحيكون نسبة تملك الشركاء الثلاثة بالتساوي، يعني دلة الصحية ودلة العقارية وتطوير بالتساوي. ستدخل شركة تطوير بمساهمة نقدية، وسيكون هنالك تمويل للصندوق لإتمام البناء. نعم، بالتالي حيكون فقط عملية التطوير بمدينة الرياض مبدئيا، أم راح يكون في خطة أيضا لعملية التوسع في مناطق أخرى لاحقا؟ طبعا دلة الصحية لديها خطط توسع في الرياض والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، لكن في الرياض بجوار مستشفى النخيل هذه الأرض المجاورة وسيتم الاستفادة منها. كذلك وقعنا قبل أيام مع مقاول لإنشاء مستشفى العارض، دلة العارض في شمال الرياض، على أرض مساحة 45 ألف متر مربع، وبذلك يصبح تواجدنا في أربع مناطق، في خمس مستشفيات في الرياض: دل النخيل ونمار والعارض، ومساهمتنا في مستشفى المملكة نملك أكثر من 58%، ونملك في مستشفى شركة الدكتور محمد الفقيه 31%. راح يكون لنا تواجد في مناطق الرياض المختلفة، وهي يعني المدينة الكبرى والكثافة السكانية كبيرة. كذلك في جدة لدينا حصة في المركز الطبي الدولي، وفي مكة نتملك مركز مكة الطبي، وكذلك ساهمت دلة الصحية في موسم الحج السنة هذه مساهمة كبيرة، حيث يعني أدارت وشغلت 19 مركز صحي في الحج. طيب، وهذا يدعونا للتساؤل، يعني المستشفى الجديد في حي العارض قد ايه عدد الأسرة التي ستضيفها إلى مجمل المستشفيات الأخرى مهندس طارق؟ وإمتى متوقع أنه يبدأ بتنفيذ المشروع؟ تم توقيع العقد على أرض 45 ألف متر، السعة الكلية 350 سرير، ستنفذ على مرحلتين، وبذلك يعني سيتم إضافة لشركة دلة الصحية في شمال الرياض، وهي منطقة نامية و فيها كثافة سكانية ومستوى السكان معظمهم من المؤمن عليهم مع الشركات العاملة، فهنالك حاجة كبيرة في شمال الرياض لإنشاء مثل هذا المستشفى. طيب، حيكون في عملية التوجه للاقتراض لاستكمال المشاريع القائمة بالنسبة للشركة، أم ما زال في عملية نعم، تمويل ذاتية حالياً؟ سيكون يعني دمج للتمويل الذاتي والتمويل من المصارف، الكاش فلو والإبدا لدلة الصحية يعني very healthy، وتسمح بمثل هذا المزيج.
تمام. أعود للصندوق يعني مهندس، قد ايه متوقعين أنه يكون في عائد للصندوق خلال هذه الفترة، وخصوصا أنه في توقعات بنمو عملية القطاع العقاري مع ترقب يمكن لخفض أسعار الفائدة، قد ايه متوقعين أنه يحقق الصندوق عوائد لديكم؟ والله نأمل يعني إن شاء الله أن يكون أداءه ممتاز الصندوق، لكن الهدف الأساسي هو أخذ احتياجات دلة الصحية في مستشفى النخيل من هذا المشروع، وطبعا استعمالها حيكون استعمال طبي صحي، الباقي حتكون استعمالات متعددة في مبنى للشقق الفندقية والمكاتب واستعمالات أخرى تجارية. طبعا لا أستطيع التعليق على عوائد المشاريع العقارية، لكن بالنسبة للجزء الصحي يعني نتائج الصحية ممكن نطلع عليها وتعطيك فكرة عن العوائد، نعم وهي نتمنى ممتازة الحمد لله. يعني عم ننتظرها مع نهاية الشهر إن شاء الله لفترة الربع الثاني. مهندس طارق القصبي، وأنت رئيس مجلس إدارة شركة دلة للخدمات الصحية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.